بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أكسير الجمال أو كما يطلق عليه خل التفاح عرف بفوائده في عالم الصحة والجمال، هو من المشروبات المرتبطة دائما بشكل خاص بالرشاقة وحميات الديتوكس لإنقاص الوزن والتخلص من السموم. وهو خل التفاح من المواد التي تدخل في روتين العناية بالبشرة والشعر وأنظمة الحمية الخاصة. تونر خل التفاح طلبتموه مني كثيرا، الطريقة الصحيحة لعمل تونر خل التفاح. التمتع ببشرة نضرة مشرقة خالية من التجاعيد والخطوط الرفيعة تأتي بتطهير البشرة باستعمال تونر خل التفاح، يعطي نتائج مبهرة ويمنح بشرة نضرة وتشع جمالا، وهو يعمل على تخليص البشرة من الكثير من المشاكل. ولكن يجب الحرص دائما على تخفيف خل التفاح بالماء المعدني أو الماء المغلي، حذاري من استخدامه مباشرة على البشرة لأنه شديد جدا على البشرة، وذلك حرصا على سلامة بشرتكم. خل التفاح أو تونر خل التفاح يعمل على تخليص البشرة من جميع المشاكل تقريبا، أذكر لكم منها البقع الداكنة، لأن خل التفاح يحتوي على مادة الألفا هيدروكسي والتي تعمل بشكل كبير على تجديد خلايا البشرة وتزيل الجلد الميت، كذلك تعمل على إزالة البثور وحب الشباب، لأن خل التفاح يعتبر مضاد للبكتيريا والفطريات المسببة لحب الشباب والبثور، لأنه يحتوي على حمض الماليك. ظهور التجاعيد، كذلك تونر خل التفاح يساعدكم في الحد من الخطوط الرفيعة وتجاعيد البشرة، كذلك مسح البشرة المرهقة بتونر خل التفاح يجعلك تتمتعين ببشرة جميلة. طريقة عمل تونر خل التفاح، نحتاج إلى علبة لهذا الشكل نظيفة ومعقمة. طريقة تعقيمها تكون بغسلها بماء مغلي وملعقة من البيكربونات، بيكربونات الصوديوم أي صودا الخبز. نأخذ خل التفاح الطبيعي، يجب اختيار خل التفاح الطبيعي من عند العطار، إذا استخدمت خل تفاح مغشوش ستكون النتيجة عكسية، خل التفاح الطبيعي يكون سعره مرتفع نوعا ما. نأخذ خل التفاح نضع فيه ربع العلبة خل تفاح، طبعا وهو المادة الفعالة مناسب جدا لصاحبات البشرة الدهنية، ونملأ الباقي بماء مفلتر أو ماء مغلي أو قلت ماء معدني، يفضل أن يكون الماء معدني. نرج العلبة جيدا، وبعد غسل البشرة ليلا قبل النوم بالغسول المناسب، يفضل لو استخدمتم الغسول الذي سبق ووضعته بالقناة، الحمد لله كان ناجح مع الكثير من مشتركات قناتي. تمسح البشرة، نأخذ قطن ونقوم بمسح البشرة من أسفل لأعلى بتونر خل التفاح ليلا قبل النوم، ونتركه على البشرة لأنه مخفف بالماء المعدني لا خوف منه إطلاقا، ولكن يجب مراعاة كمية خل التفاح بالنسبة لأنواع البشرة. إذا كانت بشرتك جدا حساسة قللي من كمية خل التفاح، ولو بشرتك عادية عادي جدا نفس الكمية. الالتزام بخل التفاح لكل أنواع البشرة، فقط صاحبات البشرة الحساسة ضروري تقللوا من كمية خل التفاح. هذه الوصفة مدة صلاحيتها شهر كامل في الثلاجة، طبعا تحفظ في الثلاجة، يفضل استخدامها وهي بايدة، صالحة الاستخدام للحوامل والمرضعات وكذلك البنات الصغار، لمن يعانون من حبوب الشباب يمكنهم استخدامها وبكل أمان.
بالأخير لمن طلبوا مني هذا الفيديو إن شاء الله يصلهم وينال رضاهم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.